السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. وما زال الحديث متواصلا عن تلاوة القرآن الكريم والنغم الصوتي وتعلم أحكام التجويد. هيا بنا نفتح المصاحف بدءا من الآية 15، الجزء 22 من سورة فاطر. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هنقرأ بإذن الله بدءا على مقام البياتي، تمام، وهنوضح المقامات التي استعملناها بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ده مقام البياتي، أوطى طبقة عندي من أجل إن أنا لما أطلع لدرجة الجواب يكون صوتي مستريح. واعلم جيدا أخي الحبيب، من لا قرار له لن يكون له جواب. فأنت مهد لا تدخل في التلاوة تنقض عليها بسرعة عالية، لا، ولكن واحدة واحدة، ستيب باي ستيب. والله هو الغني الحميد. هناك يعني الله يرحمه الشيخ الشحات كان دايما بيحب يقفل كده قفلات حلوة. والله هو الغني الحميد، تمام، الله يرحمه. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد. قفلة الشيخ سيد متولي عبد العال رحمة الله عليه تعالى. نركز هنا، في عندنا الهمزات لابد أن توضحها، يشأ ويأتي. وما ذلك على الله بعزيز. ده مقام البياتي الشوري، تكون من جنسين الحجاز ثم ختمت على البياتي. ولا رجعت على البياتي تاني. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ما زلت على البياتي. طب ايه رأيك بيات شوري؟ إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. هبدأ أطلع على مقام الرصد. أنا آخذ التلاوة بالترتيل، بالترتيب. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. تمام. هكمل برضه على مقام الرصد. وما يستوي الأعمى والبصير.
ترقيق الراء يا اخوانا، ترقيق الراء مهم جدا، يعني ما تقولش وبصير، لا هي البصير. ولا الظلمات ولا النور، دي بقى الراء مرقق، الراء مفخمة، لأن هي قبلها الواو مضموم، أما البصير قبلها ياء ساكنة. أحكام الراء مهمة جدا يا إخوان. ولا الظل ولا الحرور، مقام الرصد. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء. رست برضه. وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. سمعت هناك من يقول مقام السيكا أو الهزام، أقول له أحسنت يا سيدي. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. أعلى جواب، جواب السيكا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وأوطى قرار، قرار الهزام أو قرار السيك. فطالما أنا مثلا أنا وأنا بطلع الجواب حسيت إن صوتي بيخنف مش قادر، فأهبط أرجع تاني وأوطى تاني. مهم أوي يا جماعة الفنيات دي، مهم أوي. حسيت إن أنت هتتعب، لأ اهدى تاني، اهدى تاني، ماشي. طيب وقفنا عند نذير بالسيكة. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسل بالبينات. واضح ان الصوت منهك، يبقى دي حاجة ترجع ليا أنا، ترجع ليا أنا، إن أنا صوتي تعبان فأنا مش هعرف ألعب في مناطق الجوابات العالية. كنت النهاردة على سفر فطبعا مش هعرف ألعب على الجوابات العالية. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ما زلت على السيك. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. مقام الحجاز، هكمل برضو مقام الحجاز. ومن الجبال جدد بيض
مختلف ألوانها وغرابيب سود. مقام الحجاز على الدرجات اللي هي درجة 8. طيب الحجاز أنسب مقاما له البياتي، تخيل. ان شاء الله. يبقى الآيات اللي بعد كده بياتي. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك بياتي. طيب الآية اللي بعدها بقى صبا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الآية دي مدخل علم النحو يا أخوانا على فكرة. إن الله عزيز غفور. طيب عزل النهاوند، تمام. فئات حلوه بقى. الصبا الحزن بعد فرح، تخيل. والله كل ايات القران كده يا جماعه، ده اعجاز يا جماعه، والله القران ده اعجاز. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه. انا قفلت كده ليه؟ لان انا ما اخدتش نفس يكمل لي لحد ما اقفل الايه، فقلت الحمد لله التمست ان في ممكن اقف على كلمه الصلاه وابدا بقى من اول واقام الصلاه. واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا علانية. تمطيط الحرف مهم جدا. سير واضح انها مطيط الحرف. علانية مثل ما كان يفعل الشيخ مصطفى اسماعيل بكل احترافية. يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. كل ده نهاوند. طيب طب احنا ما قرأناش حاجة، بنقرأ عجم بقى. تمام. والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه. عجب. إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. عجب. فمنهم ظالم لنفسه
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. عجب برضه. ذلك هو الفضل الكبير. نقلت سيك يا هزام. جنات عدن يدخلونها هسيبك انا تختبر هذا المقام. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. ولباسهم فيها حرير. كرد. تمام. اخر آية هنا كرد بقى. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن رب ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمس سنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قفلت كده بتكنيك او بروفيشنال حتى احترافية. قفلت بياتي عشان بدأت بياتي وقفلت بياتي. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. كان معكم سمير عبد الغني واللقاء في حلقه اخرى. ونرجو من حضراتكم ترك كومنت او تعليق يعني واعجاب بالقناه والى الحلقه الاخرى ان شاء الله تعالى.